انا ولا المليجي؟ هو مفيش ده مفيش مو يعني مش مفيش مقارنه تمام. زي ما تقول احمد عز ولا اسس، مش قصدي بقى مش بظلمك. لا انت كده بتظلم المليجي. لا عيني. لا مش يعني انت هتحط المليجي مكان اسس برضه؟ لا الله يرحمه. صح. يبقى انا ولا المليجي؟ انت اشرف عبد الباقي ولا حلمي عبد الباقي؟ ايه ده؟ لا ولا فكرت اللي هو هختار. ايه علاقه ده؟ اشرف عبد الباقي. سليمان عيد ولا يوسف عيد؟ لا يوسف عيد. اسماعيل ياسين ولا علاء ولي الدين؟ وهنا بقى المقارنه في القبول الرباني للغريب. اسماعيل ياسين، مع اني بعشق علاء ولي الدين الله يرحمه، بس اسماعيل ياسين ده ما يقارنش باي جيل يعني. مش غريب. اه اسعاد يونس ولا تميم يونس؟ اللي هو قريب يعني. هي المقارنات اسامي. يا استاذ ارحمني انت عارف صعب. يا استاذ قول لي. ايوه هي المقارنه اصل ملهاش اي علاقه. قلبك قال لك ايه؟ اول ما السؤال اسعاد يونس. انا اصلا اول ما قلت اسعاد يونس كنت هقول اسعاد يونس. شفت ما اعرفش نفسك. لميس الحديدي ولا منى الشاذلي؟ فعلا خسرتك ناس كتير. لا اسعاد اسعاد يونس. اسعاد يونس. لا لا وخدنا اجابته على لميس الحديدي ها ومنى الشاذلي قال اسعاد يونس. لا منى الشاذلي. منى الشاذلي مع احترامي يعني. منى الشاذلي اللي فاتت كانت لذيذه جدا الحمد لله. اللي جايه بقى زيها بس عايزك اسرع. ماشي. انا هقول كلمه واحده. الاحساس اللي جاي لك لما انا قلت الكلمه هتقوله. التمثيل متعه. المانجا تحفه. الكوميديا بهجه. الزحمه دوشه. الاهلي حديد. يوم التلات تقيل. المهرجانات بترقص. الضلمه رعب. فيفي عبده. خمسة موه. كلمة معلش. بتريح. الغباء كتير. منى زكي عظيمة. كريمة مختار أمي. المؤوحة أنا. الزمن غدار. محمد كريم بالبرنس. أقول كلمة وحشة مش عارف أقف كلمة مش عارف بس مش قصدي والله حاجة يعني. أنا مش عايز غير اللي حصل ده. خلص السؤال. التكييف بيطرد. هلعب معاك لعبة سريعة جت في دماغي دلوقتي. هقول لك كل شوية اسم حد من بتوع مسرح مصر وتحكي لي عن رأيك وإحساسك فيه كثنائي بينكم. يعني إيه؟ يعني كنت أقول لي مثلا حد على أنور فيقول لي أنور كنت لما أشتغل معاه دايما عنده كذا، عنده الميزة دي وعنده العيب ده مثلا. مش عارف مين كنت بتعب جدا لأنه عنده الحنبلة. فاهم؟ فأنا هقول لك الأسامي طبعا يعني. هقول لك الاسامي وانت تتعلق سريعا يعني، لان انت طبعا وكلنا الحمد لله اشتغلنا مع بعض جربنا كل الميكسات يعني. ويزو. لا ويزو انا كنت بحب اشتغل معاه جدا جدا، لان ويزو هي زي ما قلت لك من شويه انها بتخش بطاقه وبهجه يا سعده اللي في البروفا بيقرا دوره مع ويزو. مع ويزو ممتعه جدا من الاول. انت عرفت المسرحيه دي رزقت خلاص. انا ما يعني ما بعملش معاها مشهد والله العظيم. ما بعملش كلنا معاها. كلنا بقول لها عايزه حاجه هنتقابل في المسرح، لان انا عارف ان هي اولا بتقعد تجتهد كتير جدا، وهي بتخش والدنيا فكه وقمر وبترقص وفاهم انت داخل معاك فنانه شامله فاهم. فانت ما بتعملش حاجه غير ان انت بتعلق عليها ربنا رزقك خلاص كسبت. عيبها بقى عارف عيبها مخها تخين جدا. مش تخين يعني مش تخين يعني بتستوعب بعد شويه يعني، لو قعدت تشرح لها كتير ما بتفهمكش جدا، لان هي في النص. هي ويزو اصلا عندها حاجه يمكن ما حدش كتير يعرفها، هي بتقسم المسرحيه. هي كان معاها حد شغال اسمه عبده بتقسم وجبات. تحس ان عامله دايت بس في المسرحيه. مظبوط. فبتقسم الوجبات على المسرحيه. المسرحيه ساعه، فهي عارفه ان هي تخش ثلاث مرات في النص وجب. بيبقى فيه حواوشي. الواد بيقف بصف كده كانه كانه محل طبعا 20 30 رغيف طبعا. على ما هي تخلص ده وتخش ترجع تاني تلاقي جبن متقطعه كده بطماطم بينها. دي الهادي عشان عندها رأس بعديها. دي الهادي عشان معدتها ما تقلبش وهي بترقص طبعا. اللي وراها بقى بتروح بتلاقي الواد مقطع بطيخ وشويه فاكهه وبتاع كان ده سحور. لا 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 دي مش وجبه، دي اللي بيمهد بيها للسمك اللي جاي. ده سناك بعد كده الله ينور عليك. هتلاقي يا كفته يا فشه يا بتاع في الاخر.
فهي بتقسم المسرحية، انت بتخش الله اكبر، الواد عبده ده بيقف في محل أيوة. بكوشك بره كده أيوة. ان ويزو هت ده اكل المسرحية دي أيوة. في البريك بتاكل تاني، بتطلب أيوة. بريك، والمسرحية التانية لها اكل تاني مختلف. احنا وقت القبض بتاع المسرحيات كان اللي بيجي ياخد الشيك بتاع ويزو ابو شقرة والمنوفي، الناس بتوع ابو شقرة والمنوفي بياخدوا ده نص الاجر وده نص الاجر لان هي بتاكل بس أيوة. فهي لا كمان بقى مجتهدة لحد يوم التصوير ويزو. ما تيجي نراجع واحنا بنبقى ما يعني تمام اللي عملناه اول يوم ربنا كرمنا بيه. هي بقى عندها ايه؟ ما تيجي نراجع، عايزه قبل الدخل على طول تراجع لانها بتخاف تكون ناسي حاجه. وخلينا اكمل معاك في دي بس عشان دي اكتر حاجه بقى بتتعبني. ويزو لو حفظت الافيه بالفرشه دي بالطريقه دي في الوقت ده اوعى تحاول تغير مكان، مستحيل، ولا تقول قبله حاجه اخرى ولا بعده حاجة. انت خلاص هي حفظت، مش ده اتفقنا عليه؟ هذا قرانكم عارف اللي هو مفيش هزار. فدي كانت بتتعبني قوي مع ويزو. ليه؟ اتعودت على حد زيك حمدي خاطر أس ممكن اي حاجه، وبالعكس ممكن اعك واقول حاجه بره السياق وابقى بتاع وهو هيلمني صح. يعني مش بس هيساعدني، لا صح. ده هيقفل لي ونكمل، لا ولو حلوه هيكبرها. الله ينور عليك، يعني هيفتح لك فيها ويزودها. فده كانت بتتعبني في دي، بس تستحملها لان هي مميزات اكتر بكتير بكتير ومش هتقدر تواجهها كمان بده هتضربك. لا 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 لا, لا, لا. يعني. انت لو غيرت اي حاجه على الهوا مش عاجباها انت هتروح مصاب اصابه، كانك كنت بتلعب ماتش في اهلي وزمان. الشناوي ولا الحضري؟ الحضري. لا 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 الحضري، الحضري ده يقارن ببوفو يعني، فاهم؟ اوكي، في دنيا تاني. مدحت شلبي ولا منى شلبي؟ يعني ايه بس ايه علاقه الديب دي؟ سؤال عن الرياضه. مدحت شلبي الرياضه، منى شلبي الرياضه الفنيه. من مدحت شلبي. منى شلبي. منى شلبي. لا مدحت شلبي. ولا منى مدحت؟ لا مدحت شلبي. احمد السبكي ولا محمد السبكي؟ لا ده انت كده، لا ده انت ده اكل عيش، انت كده دخلت في منطقه قطع اكل عيش. يعني جالك في يعني تخسرني ناس تمام، هتخسرني يعني اكل عيش. ايوه يعني. ده اكل عيش. انت دلوقتي جالك فيلمين من احمد ومحمد، نفس الاجر، نفس المستوى الفني، اتنين من اكبر المخرجين بس نفس ميعاد التصوير، هتختار تشتغل مع مين؟ مع العلم الاثنين مع العلم ان نفس الاجر بس كده كده مش هتقبض، بس خلينا واقعيين. اما كده كده مش هتاخد فلوس تكسب فن ولا بتكسب فن احيانا، بس ما بتكسبش حاجه خالص طبعا، احنا بنهزر بس بتكسب شو يعني هتكسب شو بتقبض وكل حاجه بس الفرضيه طيب عجباني. دلوقتي ما نحاول نظبطها. احمد السبكي ولا محمد السبكي؟ هو ممكن عم محمد عشان اخلص. اشتغلت معاه اول حاجه، اول حاجه عم محمد السبكي. عم محمد السبكي تمام يا عم احمد، سمعت؟ لا يا عم احمد ما تسمعش، وصلت الرساله. ابو سيدك يا عم، عرفت الحب. لا لا ده عم احمد انا شغال معاه دلوقتي. اي خدمه يا عم انا شغال مع عم احمد دلوقتي. انا مش سامعك يا عم. ابو سيدك يا عم احمد. عم احمد ده معناه ان انا اشتغلت مع عم محمد الاول، بس انا انت دلوقتي بحبك اكتر بكتير. انا فرحان جدا ان انت ابو سيدك والنبي. ده انا هضمنك، ده انا ما بصدق الدنيا تمشي شويه. قصقص ولا حمدي؟ ده انت دخلت في يعني انت دمرت علاقتك باحمد عز والسقه وكريم وزعلان على قصص وحمدي، خلاص ده باظت بقى. هو بحكم العشره حمدي. طيب تقول ايه لو انا ما قلتلكش ما كنتش اقصد مقارنه فنيه ولا بتحب مين اكتر ومين اقرب لك، كنت اقصد من الاقبح شكلا؟ والله هما الاثنين في نفس المرتبه. فظيع السؤال ده، لان انا مش عارف لحد دلوقتي. لا 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 هما عليهم، هما يعني بس افهمك يعني، هل حد فيهم اوحش بالنهار؟ هما الاثنين بالنهار وحشين قوي. انا اوحش بشر. اوحش بشر يعني هما الاثنين بالنهار. النار. لا, 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 لا 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 انا كنت بشتغل بقى معاهم كتير طول الليل. اما الشمس بتبدا الدنيا تنور علينا شويه كده انا بخاف، ما ببقى يعني ما يلا نروح او نقعد في مكان ضلمه. النهار بيطلع الدنيا بتبقى صعبه. وحمدي ساعات بيخوف، مرعب جدا بالنهار جدا. مع الشروق، مع الشروق مع الشروق ما تبدا تقلق، فاهم؟ علي ربيع. علي ربيع انا كنت بحب اشتغل معاه جدا، وفي مشاهد كتير قوي انا وعلي ربيع كتير لحد ما اتكهرب. لا 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 اتكهرب في الفيشه ومن ساعتها، لانه ربيع بسم الله ما شاء الله على المسرح يعني من اكتر الناس اللي شفتها في حياتي على المسرح، عنده قبول في الدنيا جدا، قبول مش طبيعي جداً. وبيقول اي حاجه، ولو ما قالش هيضحكوا، ولو سكت هيضحكوا، ولو اتكلم ولو خرج هيضحكوا، ولو اتكلمت عليه وهو بره هيضحكوا. أيوة. يعني مضمون علي ربيع ده مضمون، فاهم؟ ولو في بيتهم هيضحكوا كده كده هيضحكوا. بس هي الفكره في ربيع ان مش كل الناس كانت بتعرف تشتغل معاه لانه هداف،
يعني هو سترايكر مش صانع العاب. ومش هينفع يصنع لك مره ويعمل مره. هو عارف هو ما بيعرفش يعني مش ما بيعرف هو ما عندوش فكره انه يفرش لك. هو راس حربه. فانت هتشتغل معاه تشتغل معاه بمبدا انه راس حربه. انت هتعرف تلقط بقى جنبه حاجات هتجيب حاجات بتاع تمام. انما ان انت تستنى ان هو يديك حاجه انت مش مش عنده دي. فهمتها متاخر انا بقى دي لان وكتير وفرشات ينساها هو بس هو مش قاصد. هو انا عارف بيتعامل عفوي بشكل الأول كتير جدا في الاول بس بعد كده فهمت طبعا ان ده يعني هو حتى ما بيثبتش كوز قصب. يعني في الاول قلت هو فيلن طب هو بتاع طب هو ايه يعني مش حاسس معاه هداف بس لازم في روح تيم انا راجل يعني انسى يعني فما ما ارتحتش. مع الوقت فهمت ده ما فيش يا استاذ بيغسل الموزه وهي متقشره. ايوه بيغسل ازازه الميه عشان يشرب منها فهي ميه هيشرب تمام. بيغسل الموزه وهي متقشره. قصص قصص ده برضو ده بقى ده انت كانك شغال مع واحد من الجن فاهم. واحد من ياجوج وماجوج مش بشر. ايوه ده مش طبيعي لان ده بس ده بقى المتعه فيه انه باور جدا على المسرح وفي نفس الوقت عنده كوميديا. لو مفيش ضحك الناس مش هتمل لان هو بيعمل حاجه ده عامل حاجه هيقع هيخبط في حاجه هيتعور هيتكسر له رجل هيقطع دراعه اي حاجه يعني هيحلها. وخد بالك هو الوحيد في مسرح مصر لو الناس لاحظت عمره ما دخل على رجليه. لا يمكن لسه كنت هقول لا يخش على سكوتر لا يخش نص حصان ونص حمار بالظبط لا يخش طاير بالظبط يخش متشال لا يخش متشال لا يخش راكب موتوسيكل يعني لا يخش متشال حاجه في حاجة. لدرجه ان الناس مع بعد فترة تقول انه مشلول لا انه عنده مشكلة في رجليه لانه ما بيخشش على رجليه. لا مكلف جدا وميكروباص مرة هو مكلف بس وتوك توك برا انا دخلت ايه كنت معاك انه نعم صحيح ما انا بقولك هو مكلف جدا انسان والغريب صح. بقى مكلف للانتاج جدا والغريب انه بيستخدم الحاجة دي في الدخول بس وبعد كده لما بيمشي ما بيستخدمهاش تاني ما فيش اي حاجة بس هو بيحب بس اقولك حاجة لما بيستخدم الحاجات دي بتطلع في المشهد ضحك يعني هو انا وانت اشتغلنا مع بعض كتير اشتغلنا كتير ده في مشهد حلو جدا لما انت كنت جاي بتقدم في الفندق لما كنت انا وربيع المشهد ده حلو جدا بس انت جاي انت لوحدنا تقعد انا وانت لوحدنا اشتغلنا وبعدين انت عارف اصحابي كنت بحب فيه انت عارف انا كنت حابب الدور ده ليه عشان بحب قوي لما بيتهزق قوي الراجل وفجاه بيرجع يسللهم ومعدي بالروب فاكر الروب ده انا طلبته الله يرحمه روب رجاء الجداوي في الواد سيد الشغال بس بدل الابيض احمر فاكر لما قال لها انت لابسه رز مسلوع اللي هو اللي انا الدور ده كنت حابه عشان الشوت اللي بنعدي بالشيزلونج بتاع وانت متشال وموقف ربيع يغني كنت بحب قوي المسرحيه